بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا وليدة الثانية إعدادي، في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نكملوا الفرض المحروس اللي بدينا في الفيديو السابق. شفنا فيه ليكزارسيس أن، إكزارسيس تخي زامبورتون، حاولوا ترجعوا ليه، درنا التصحيح ديالو بالشرح بالفيديو، حاولنا نراجعوا الدروس وكذلك نجاوبوا على التمرين الأول. تمرين مهم جدا، حاولوا ترجعوا ليه. ودابا غادي نشوفوا ما تبقى من الفرض، غادي نشوفوا ليكزارسيس 2 ليكزارسيس نيميرو 3. دونك ليكزارسيس 2 لا بروميير كيسيون، كالكيلي سو كي سوي. دونك هنا مطلوب منا الكالكيل، الحساب. دونك هنا عندي 5 سير 7 بلس 8 سير موان 7. لاحظوا ما عنديش لو ميم دينوميناتور، عندي 7 وعندي موان 7، دونك خصني نرجع لي نومبر او ميم دينوميناتور. واضح؟ دونك هنا عندي 5 سير 7، هي غادي نخليها بلس. هنا عندي 8 على ناقص 7. دونك فاش كتكون عندي 8 على ناقص 7، الا بغيت نطلع هاد الناقص نحيدها من هنا، شنو غندير؟ يعني بحال غنشد هاد العدد غنضربو في ناقص 1. واضح؟ باش تعطيني الناقص في ناقص تعطيني زائد، حتى هاد العدد اللي الفوق نضربو في نفس العدد في ناقص 1. دونك هاد ناقص غادي تولي ناقص 1 في 8 ناقص 8، والتحت ناقص في ناقص غتولي زائد، وسبعة في واحد سبعة. واضح؟ إذا هذه هي لا ميثود باش كنطلع، ولكن أنت ما محتاج أنك دير هاد العمليات كاملين. أنا كنعرفوا أن ناقص أ على بي راه كتساوي أ على ناقص بي، وكتساوي ناقص أ على بي. هاد الكتابات كلها صحيحة. هل كانت عندي ناقص في النومبر راسيونال في عدد جذري، لا إما نطلعها في النيميراتور ولا في الدينوميناتور ولا نحطها قبل منهم بجوج. واضح؟ دونك هاد الكتابة 8 على ناقص 7 نكتبها ناقص 8 على 7. دونك لاحظوا دابا عندي لو ميم دينوميناتور، دونك كندير إيكال، دونك أون كارد لو دينوميناتور 7 و أون في لاديسيون، عندي 5 بلس موان 8 إيكال، دونك سير 7. هنا عندي 5 بلس موان 8، دونك بلس موان راه هي موان، دونك 5 موان 8 اللي هي شحال؟ لا توجور 7. 5 موان 8 شحال؟ شكون اللي كبير؟ دونك 8 هي الكبيرة. دونك هنا لو نومبر غيكون نيجاتيف، وكنشد العدد الكبير وكنقص منه العدد الصغير. 8 ناقص 5 هي 3، دونك هي موان 3. واضح؟ إذن هي ناقص 3 على 7. اللي ما فهمش كيفاش كنحسبوا هاد الاعداد هادو، راه ديجا درت لكم واحد لا فيديو خاص غير بليسين، غير بالاشارات، الطرح، الجمع، الضرب والقسمه، حاولوا ترجعوا ليه. دونك ندوزو لا دوزيام اكسبرسيون، عندي بي ايغال 8 سير موان 13 موان 2 سير 13. دونك لا ميم شوز، هنا عندي هاد موان 13 خصني نطلعها الفوق باش يولي عندي لو ميم دينوميناتور. دونك غادي نكتب هاد 8 تولي موان 8 سير 13. دونك هاد الموان غنطلعها للنيميراتور، موان 2 سير 13. دونك دابا عندنا لو ميم دينوميناتور، دونك غندير ايغال، جو كارد لو دينوميناتور 13، اون في لا سوستراكسيون، هنا عندي موان 8 موان 2، دونك ايغال سير 13. دابا عندنا ميم سين، عندي نفس الإشارة، جو كارد لو سين، اي اون في لاديسيون. دابا غندير الجمع، كنحتفظ بالإشارة وكندير الجمع، 8 زائد 2 هي 10، دونك هي موان 10، موان 10 سير 13. باش متخلطش ليكم هاد الكتابة. هنا عندي في ليكسبرسيون سي، عندي موان 10 سير 9 موان 4 سير 3، دونك معندناش لو ميم دينوميناتور، ولكن كنلاحظو أن 9 ملتيب دو 3. دونك عندي 9 مضاعف ل 3، دونك نقدر هاد 3 نرجعها ل 9 الا ضربتها في 3. واضح؟ دونك كنضرب هنا في 3، وبطبيعة الحال خصني الفوق تاني نضرب في 3. دونك هنا نخلي موان 10 سير 9 موان، هنا كانت عندي 4 سير 3، دونك خصني نضرب، فاش غادي نضربو في 3 باش تولي عندي 3 فوا 3 تولي 9 ويولي عندي لو ميم دينوميناتور. حتى هنا خصني نضرب فوا 3، أي عدد ضربت فيه النومبر راسيونال في النيميراتور خصني نضربو في الدينوميناتور، والعكس صحيح. دونك غندير إيكال، هنا عندي موان 10 سير 9 موان 4 فوا 3 12،
و 3 x 3 9 اذا لاحظوا اللي عندي دابا لو ميم دينوميناتور دونك جو غارد لو دينوميناتور هنا غادي نحسب موان 10 موان 12 ايغال دونك توجور 9 هنا عندي موان موان دونك جو غارد لو سين وغادي نديرو لا سوم 10 بلس 10 بلس 12 غادي تعطينا 22 دونك هي موان 22 سير 9 واضح دوزو ليكسبرسيون دي عندي 2 سير موان 8 بلس 3 سير 2 موان 5 سير 4 دونك هنا لاحظوا عندي لي دينوميناتور فيهم موان 8 يعني هاد الموان غنطلعها غتبقى غير 8 2 4 دونك 8 ملتيبل كوماند ديال 2 و 4 دونك غادي نوحد المقامات ب 8 حيت هي المضاعف ديال 2 ومضاعف حتى ديال 4 دونك اول حاجه هاد الناقص غنطلعها الفوق كيف ما شفنا في العمليه السابقه غتولي عندي موان 12 سير 8 هنا عندي هاد 3 سير 2 دونك 3 سير 2 باش تولي 8 فاش خصني نضرب 2 خصني نضربها فوا 4 والفوق حتى هنا خصني نضرب فوا 4 دونك موان 5 سير 4 دونك 4 باش تولي 8 غنضرب فوا 2 حتى الفوق نضرب فوا 2 واضح دونك ايغال هنا توجور موان 12 سير 8 بلس 3 فوا 4 12 سير 8 موان 5 فوا 2 10 سير 8 4 فوا 2 8 دونك لاحظوا دابا ولا عندنا لو ميم دينوميناتور دونك واخا يكون عندي اعداد كثار كنجمع كلشي في لو ميم دينوميناتور 8 هنا غندير موان 12 بلس 12 موان 10 واضح دونك ايغال لاحظوا عندي موان 12 بلس 12 دونك دو نومبر اوبوزي هادو سون دي نومبر اوبوزي اعداد متقابله المجموع ديالهم شحال كيكون كيكون 0 موان 12 بلس 12 راه هي 0 بحال 12 موان 12 12 ناقص 12 هي 0 وتبقى لي موان 10 سير 8 موان 10 سير 8 نقدر نسامبليفي بدو دونك غادي نسامبليفي هنا بدو غادي نقسم على جوج ونقسم هنا على جوج متبقاش لي ليسباس دونك موان 10 سير 2 غتعطيني موان 5 و 8 سير 2 غتعطيني 4 دونك موان 5 سير 4 هي الريزلتا فينال دونك حتى هنا نقدروا نديروا واحد العمليه اخرى نقدروا نديروها بطريقه اخرى هنا هاد 12 سير موان 8 كان عندنا في الاول نسامبليفيو هنا نختزلو هاد 12 على ناقص 8 نختزلو بجوج باش تبقى لينا 6 على ناقص 4 دونك 4 ويكون عندي لو دينيميناتور هو 4 حسبتها هكا هاد الطريقة حتى هي صحيحة المهم تكون عندي نفس النتيجة غير هادي كون سامبليفينا هنا بجوج بقات لينا 12 على ناقص 4 غادا تكون اسهل ما نحتاجش انني نضرب هاد العدد الاخر 5 في 2 ما نحتاجش انني نضرب هذا دونك كملنا ليكزارسيس نيميرو 2 وندوزو ليكزارسيس نيميرو 3 كل اللي ما فهمش شي حاجه ولا عنده شي تساؤل يخلي لنا في كومونتير واضح ودير واحد 10 ثواني من الوقت ديالكم بارطاجيو في هذا الفيديو الله يجازيكم بخير وطاقيو صحابكم لك تعرف شي واحد صاحبك غادي يستافد من هذا الفيديو طاقيه باش يستافد دونك اون لوفي لي بارونتيز بوي كالكيلي دونك لا ريبونس ديغيغ لا في هنا قال لكم جاوبوا ورا الورقه يعني الا كنتي غدوز امتحان الا كنتي غتعطي غير هذه الورقه تجاوب في الورقه هاد الجواب قال لك جاوبوا ورا الورقه الا تلقيتي هاد الجمله هذه كتعني جاوبوا ورا الورقه دونك اللي مهم عندنا السؤال قال لك اون لوفي لي بارونتيز يعني حيد الاقواس ثم احسب دونك هنا غادي نحيدوا الاقواس دونك انا ما نجاوبش ورا الورقه غنجاوب غير هنا دونك عندي ا ايغال موان موان 3 سير 4 موان 1 سير 3 موان ان لي كروشي معقوفات 3 موان 1 سير 3 بلس 3 سير موان 4 ونستو لي كروشي دونك القاعدة اللي كنخدمو بها في لي بارونتيز باش نحيدوهم فاش كيكون عندنا الجمع والطرح الجمع والطرح وي
دونك الا كانت عندي ناقص قبل القوس كنغير الاشاره ديال الاعداد اللي داخل القوس، واضح؟ عقلوا عليها مزيان. كان عندي زائد ما كنغير والو، دونك بحال هنا عندي هذا القوس عندي قبل منه ناقص، دونك خصني هاد الاعداد هادو ندير لوبوزي ديالهم، بحال ناقص 3 على 4 لوبوزي ديالو هو 3 على 4، واضح؟ كدير المقابل ديالو، كنقلب ليه الإشارة. كانت ناقص 3 على 4 غتولي زائد 3 على 4، هنا ناقص 1 على 3 غتولي زائد 1 على 3. دونك هذه هي القاعدة باش كنحيدوا الأقواس إلا كان قبل منهم ناقص. هنا عندي ناقص قبل الكروشي، دونك ناقص حتى الكروشي راه بحالهم بحال الأقواس، دونك 3 غادا تولي ناقص 3، هنا راه بحال عندي زائد 3 لما كان عندي والو. انا عندي ناقص قبل المعقوفات، لو كنقلب الاشاره زائد 3 غتولي ناقص 3، وهنا عندي هاد ناقص غادي تولي زائد، عاد نحط هاد الاقواس 1 على 3 زائد 3 على ناقص 4، نقدر نكتبها هي ناقص 3 على 4. دائما فاش تلقاو ناقص في المقام حيدوها طلعوها لفوق. دونك ايغال هنا غنخلي هاد الاعداد كيف ما هما، تنحيد الاقواس كاملين. زائد 1 على 3 ناقص 3، هنا عندي زائد قبل الأقواس ما كنغير حتى شي حاجة، 1 على 3 تبقى 1 على 3، هنا زائد ناقص راه هي ناقص، زائد ناقص 3 هي ناقص 3 على 4. دونك هنا كتبان لي، لاحظوا 3 على 4 ناقص 3 على 4، عدد ناقص نفسه راه هو صفر، دونك هاد دو نومبغ أوبوزي، هاد 3 على 4 غتمشي لنا معاه 3 على 4. عدد ناقص نفسه دائما كيعطينا صفر. هنا عندي 1 على 3 زائد 1 على 3، واضح؟ دونك عندي لو مين دينوميناتور اللي هو 3 وغندير 1 زائد 1. هنا عندي ناقص 3 خصني نوحد ليها المقامات، خصني نوحد ليها المقام. دونك عندي ناقص 3 راه هي ناقص 3 على 1، 3 الا كانت عندي 3 راه هي 3 على 1، اي عدد بوحدو راه هو على 1، مثلا 7 راه هي 7 على 1، واضح؟ حيت القسمة على 1 ما كتغير والو، 7 هي 7 على 1. هنا غير باش نوحدو المقام، دونك هاد 1 باش يولي 3 خصني نضرب في 3، وهنا 3 حتى هي نضربها في 3. دونك كندير إيكال 1 بليس أ غادا تعطيني 2 سيغ 3 موان 3 فوا 3 9 سيغ أ فوا 3 3. لاحظو ولا عندي لو مين دينوميناتور اللي هو 3، دونك جو كارد le 3 et je fais la soustraction de moins 9. Donc égal, le 3, 2 moins 9, moins 7. Donc il y a moins 7 sur 3. Voilà. Donc, c'est l'expression A. Donc, هكاك منا التمرين الثالث، وكملنا تحدي هذا الفرض. اذا لا عجبكم الشرح وعجبكم هذا الفرض هذا، خليوا لي تعليق باش نديروا نموذج اخر ان شاء الله اللي تستفدوا منه اكيد. دونك نتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذا الشرح، ما تنساوش الدعم ديالكم، غتخلي غير جيم بارطاج، بارطاجي مع اصحابك وبارطاجي في المجموعه ديال الدراسه، اللي داخل شي مجموعه يكوبي ليا ويحطوا فيها، تشتركوا في القناه باش يوصلكم باقي التمارين وباقي الدروس وكذلك الفروض الجايه ان شاء الله، ونلتقي قريبا. دمتم في رعايه الله. السلام عليكم.